بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات الصف الأول الإعدادي لكتاب المعاصر كامل إن شاء الله. هنجاوب المحافظات اللي ورا، وبعدين نجاوب محافظات جيم مع الشرح إن شاء الله عشان الناس كلها تستفيد. طبعا الامتحان الاول اللي هو رقم واحد، المحادثه بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي جود مورنينج، جود مورنينج زياد ورشاد. فرشاد بيقول له وير ديد يو نقط يور ويك اند؟ قال له اي سبند ات ان الكسندريا. فهو اين انت نقط الاجازه؟ قال له قضيتها في الاسكندريه. يبقى عايز الفعل يقضي اللي هو سبند، تمام؟ جبته هنا في المضارع علشان في ديد، وهو هنا رد في الماضي. ساله سؤال تاني، قال له الطقس. طبعا الطقس لازم اساله ايه؟ يا اما هاو ووز ذا ويذر لايك ذير، يا اما ممكن اقول له وات ووز ذا ويذر لايك. وات ووز ذا ويذر لايك، وات او هاو، ينفع الاثنين، تمام؟ قال له ات ووز نايس، كان جميل. طبعا هادو قول له كان اي حاجه يعني، او ممكن تقول له فانتاستيك، لان احنا اتفقنا ان هو لما يجيب لي علامه تعجب هنا اللي هي الواحد وتحتيه نقطه، يبقى اخد نفس الكلمه واروح حطتها هنا، تمام؟ يعني انا هنا المفروض اكتب فانتاستيك افضل من نايس، تمام؟ وات نوت اوف فود ديد يو ايت ذير؟ ايه كذا الطعام اللي انت اكلته هناك؟ قال له فيش، يبقى وات كايند. وات كايند اللي هو ايه؟ ما نوع، ما نوع، تمام؟ قال له وات ايلس اكتيفيتيز دو يو دو ذير؟ طبعا هنا عايز اقول له انا ايه الحاجات اللي عملتها هناك؟ قال لي عمت في البحر. فانا ممكن اقول له ايه الانشطه؟ ايه الرياضات اللي انت عملتها؟ كلمه اكتيفيتيز او كلمه سبورتس. السؤال الثاني القطعة، وعليها ست أسئلة زي ما احنا عارفين. بيقول له اديني عنوان للقطعة. هو طبعا واحد بيرحب لصاحبه وبعت له دعوة ان هو يروح هناك، فقلت ويلكم ا فريند انفيتيشن، ترحيب بدعوة شخص. وين از جراند داد جوينج تو فيزيت ماهرز فاميلي؟ امتى الجد هيروح يزور أسرة ماهر؟ طبعا قال لي يوم الثيرزداي اللي هو يوم الخميس. What does the underlying pronoun him refer to؟ بتشير لإيه him؟ طبعا بتشير لي granddad. هنا بقى قال له ماهر is not to see كريم again. ماهر is not to see كريم again، طبعا هابي سعيد ان هو يشوفه مرة اخرى. ماهر suggested going space. طبعا ماهر suggested going يروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا كل الاماكن دي؟ طبعا يروح ايه؟ كل الاماكن دي، تمام؟ بعدين الكلمة اللي تحتها خط والطايم معناها وين، اللي هي ايه؟ اللي هي متى. بالنسبة لي سؤال الاختيارات، تمام؟ طبعا احنا كده في صفحة 55. People can practice sport in a sports center، في طبعا ايه؟ مركز رياضي. رقم اتنين a space is a piece of land، حتة ارض كده، زي نهر او زي ocean محيط. طبعا هو بيقول لي قطعه من الارض في بحر او في نهر او في محيط. الحته من الارض اللي بنسميها ايلاند، اللي هي جزيره اللي بتبقى محاطه بالماء من جميع الاتجاهات، مش حقل بقى ولا محطه ولا زي موحد. هي دج، دج الماضي من دج يحفر. حفر ايه يا ترى؟ اندر هيز هاوس، تحت البيت عشان يهرب في وقت الخطر. طبعا حفر كوبري ولا حفر مدينه ولا حفر هرم ولا حفر نفق؟ اكيد طبعا حفر ايه؟ نفق. There is no water in the glass، مفيش ميه في الازازه. يبقى الازازه ايه بقى؟ empty او الكوب الزجاجي. الازازه empty فارغه. The great pyramid 146 meters، الهرم الاعظم طوله 146 متر high، عشان ده ارتفاع. الهرم ده اقيسه بالارتفاع. I am excited، I am going to zip. طبعا دي الرياضه اللي اسمها ايه؟ zipline. zipline، تمام؟ باجز، الشنط والجزم ار ميد اوف، مصنوعه من القطن ولا الورق ولا المعدن ولا الجلد؟ طبعا اكيد الايه؟ الليزر، الجلد. عبد الرحمن didn't not bowling last week، طبعا didn't go، ما راحش بقى مكان ما ايه؟ ما راحش. المهم ان ايه؟ البولينج بتاخد جو، جو. I like jazz، أنا بحب الموسيقى الجاز. I don't like opera، يبقى هنا في تناقض، يبقى but لا أحب، تمام؟ يبقى هاخد but. Rim is space than runner، فطبعا هنا في than، يبقى عايز ER أو more، فطبيعي إن أنا هاخد إيه؟ more older، تمام؟ صحح الخطأ. The street is 4 meters widest، لا وايد بس،
علشان هنا ما عنديش لا زا ولا اس ابوستروفي، يبقى اخد وايد بس. منا ميت ذا بيد هيم سيلف، هير بنفسها، هير سيلف. ليتس ايتينج، لا ليتس ايت بس. تمام. الاركيتكت المهندس المعماري هو الشخص اللي، هو عشان ده شخص عاقل يبقى هنخليها ايه، هو. تمام. طيب محادثه كمان بيقول له ايه، جود مورنينج، قال له جود مورنينج. ديد يو نو ات ذا زو، قال له يس اي ديد. طبعا الزو هيقول له ايه، هيقول له هل اكلت الزو، هل لعبت الزو؟ طبيعي ان هو هيقول له فيزيت، هل زرت الزو؟ قال له اه يس اي ديد. قال له وات نوت يو سي ذير، عاوز يقول له شفت ايه هناك. طبعا وات ديد، وات ديد. تمام. وات ديد، قال له ا لود اوف انيمالز اند بيردز، شفت حيوانات وطيور، عشان كلام في الماضي. قال له وير زي نقط elephants، هل كان في افيله؟ فطبعا قال له يس. ديد يو نو ذا elephants ايت سبيس، فطبعا وير زي اني، هل يوجد اي افيله؟ فقال له اه انت تعرف ان الافيله بتاكل نقط؟ قال له نو اي ديدنت، ثانك يو فور تايم. طبعا تاكل ايه؟ تاكل جراس. تمام. تعرف ان الافيله بتاكل جراس؟ قال له لا. قال له ايه؟ طيب شكرا. القطعة، ادي برضو عنوان للقطعة. فطبعا هي بتتكلم عن المتحف واتفتح سنة كذا ومش عارف ايه، فاحنا قلنا ايه، تاريخ الايه، تاريخ المتحف. تمام. طيب what do you think of museum، ايه رأيك في المتحف؟ they are exciting places، اماكن رائعة. how old is the oldest museum، كم عمر بقى اقدم متحف؟ طبعا اللي هو كان المتحف البريطاني، فقلنا له كام، 185 ايه سنه. المتحف اللي هو بيتكلم عنه ده في مصر، بيتكلم عن متحف القاهره، فطبعا هو اتعمل سنه 1835، هتحسب المسافه هتلاقيها 100 كام، 185 سنه، تحسب له السنين يعني. كلمه فارسر عكس نيرر، عشان دي معناها ابعد، يبقى دي ايه، اقرب بقى. تمام. الكلمه اللي تحتها خط تشير الى الجي اي ام، اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. بعدين the museum is a place to keep treasures. تمام. ها طبعا المتحف هو المكان اللي بيتحفظ فيه الايه، الكنوز. I like the نقط of عمرو دياب، he sings well، عمرو دياب بيغني حلو. تمام. طبعا voice، انا بحب صوت ايه، عمرو دياب، عشان بايه، بيغني كويس. there are a lot of، يوجد الكثير من كذا، in the mountain، في الجبال. الجبال هيكون فيها ايه، سجاجيد، معدن، جزر، كهوف. اه كهوف بقى، يبقى هنا عايز ايه، الكهوف. there are a lot of، لا خلاص، ancient is the opposite، ancient معناها قديم، يبقى عكس ايه، عكس modern اللي هي ايه، حديثة. تمام. هنا بقى the valley of the kings، وادي الملوك، is one of the most best places for tourists to visit، واحد من افضل الاماكن الكذا علشان السياح تزورها. طبعا popular، popular الاماكن الايه، المشهورة. أنوات كان سويم فاست، يعوم بسرعة، and has got eight legs، وعنده 8 أرجل. طبعا اللي بيعوم بسرعة وعنده 8 أرجل، الشارك، الجيلي فيش، الأكتوباس، الكورال بيف، أكيد هو كده طالما بيتكلم على 8 أرجل يبقى بيتكلم على الأخطبوط. when I am كذا I have something to eat، hungry، لما ببقى جعان ببقى عايز حاجة أكلها، طبيعي طبعا. كارز، العربيات، ار ميد اوف كذا، طبعا ار ميد اوف ميتال، مصنوعه من المعدن، المعدن. ذا بيرسون، طبعا عايزه عاقل، على اساس الشخص ده شخص عاقل، يبقى نقول ذا بيرسون هو الشخص اللي. تومورو، غدا، مسز عزه، سبيس هير ستودنتس، طالما تومورو يبقى مستقبل، يبقى ول والمصدر، سوف تعلم طلابها. هالا از ا تيتشر، يبقى ازنت، على اساس ده سؤال مزيل، هنا از يبقى لازم يكون هنا از بس منفيه، عشان دي مثبته ودي عكسها، يبقى ازنت. تمام. بعدين ديد يو جيف يور انكل هيز جاكيت، طبعا جيف المصدر، لان جيف ماضي وما تجيش بعد ديد، فلازم تبقى المصدر جيف. عادل ار جوينج تو فيزيت لوكسور نيكست ويك، طبعا عادل مفرد يبقى ياخد از جوينج. هنا واسماء washed the carpets herself، لا هنا واسماء washed the carpets themselves، themselves بانفسهم. تمام. you must obey your teachers، طبعا تبقى must بس وليس ايه، وليس mustn't.
الامتحان رقم 3 بيقول لي complete the following dial. هاي عادل are you good at science؟ انت كويس في الساينس؟ قال له هاي هاي نور yes I am good ايوه كويس فيها. قالت له do you know about materials؟ انت تعرف عن المواد الخام؟ قال لها yes I do. طب what are cars made of؟ مصنوعة من ايه؟ of. قال لها الكارز دي مصنوعة من ميتال معدن. قالت له good what are coats المعطف اللي احنا لابسينها يعني مصنوعة من ايه؟ هاخد ميد اوف كاملة بقى اللي هي زي اللي فوقيها. قال لها كوتس ار ميد اوف وهجيب قطن تمام قطن يعني. طيب وير دو وي جيت وول بنجيب الصوف منين؟ طبيعي ان احنا بنجيب الصوف من شيب اللي هي الاغنام القطع. بيقول لي وات از ذا مين ايديا الفكره الرئيسيه للايميل ده تمام. طبعا ممكن اقول له سبيندينج ويك اند يعني نهايه الايه الاسبوع. بعدين وات دو يو ثينك ادم فيلد ات ذا اند اوف تيوزداي. طبعا شعر بايه؟ طبعا الراجل ايه هو اي فيلت هابي شعر بالسعاده از هي سات نيكست تو ا بوي كولد سامي عشان قعد جنب واد اسمه ايه سامي. يعني نكتب دي ونكمل هنا. طب why did Adam and his mom go shopping؟ راحوا ليه الشوبينج؟ طبعا to buy a new school uniform عشان يشتروا زي الايه المدرسه. الكلمه اللي تحتها خط nervous means very worried تعني قلق الان يعني تمام. the canteen is the place الكانتين هو المكان where we can have meals or drinks ان احنا ناخد مشروبات او وجبات. الكلمة اللي تحتها خط بقى ماي تعود على تشير إلى آدم. What is space about your school? What is special? إيه الحاجة الخاصة عن المدرسة بتاعتك؟ طيب is your house not or modern؟ طبعا traditional عشان عكسها. بيتك تقليدي ولا بيت حديث؟ مش هيبقى بيت ملون بقى ولا إيه ولا تكنولوجي ولا كبير. There is a space over the river فوق النهر يبقى ده bridge اللي هو الايه الكوبري. We can get water from taps at home واحنا بنحصل على المية من التابز في البيت. My father married in 1994 طبعا got married got married ده على بعضها تزوج. The space is the most dangerous sea animal in the ocean shark سمكة القرش. The most dangerous sea animal أكثر الحيوانات خطورة في البحر. بعدين بيقول لي ولا like the space of Ramses بتحب إيه في Ramses out of the museum طبعا statue بتحب التمثال بتاع Ramses. It's cloudy الدنيا مغيمة. It's not a train it's going to rain على وشك إن هي تمطر. كريم will buy a car for شيماء كريم هيشتري كار لشيماء. Will not he طبعا will المثبتة يبقى تيجي هنا منفية السؤال المزيل يعني. I will get a reward if I not first in the final exam طبعا I will get هحصل على reward مكافأة لو أنا if I come عشان عايزين هنا بقى ايه حالة if الأولى مضارع لو طلعت الأول في الامتحان. صحح الخطأ بقى بيقول لي I can swim لا تبقى swim بس عشان بعد كان يجي المصدر. What will you do last weekend الأسبوع الماضي يبقى بدل will تبقى did عشان الكلام في الماضي. داليا is 10 years old بس وليس older يعني ألغي الـ ER. The cat is cleaning myself لا الكات بتنظف itself يعني نفسها. امتحان الرابع What are you doing أنت بتعمل إيه؟ قال له I am reading a book أنا بقرأ كتاب. What is the book نقط؟ قال له it's about عن يبقى هو جاب about تحتي وانا لازم اساله بيها فوق. it's about انه عن كذا. قال له so do you like nature وانت بتحب النيتشر يبقى الكتاب عن النيتشر عن الطبيعه. قال له yes I do السؤال بدو اجابته yes I do. قال له what must we do to protect animals نعمل ايه عشان نحمي الحيوانات اللي في خطر. قال له والله put them in nature space بنيتشر ريسيرف. طب جبتها منين؟ برضو جبتها من تحت. قال له ايه النيتشر ريسيرف ده يبقى انا جبتها من هنا تمام. قال له دي اريا اوف لاند منطقه من الارض وير وي كان نقط ان انيمالز ان بلانتس وير وي كان سي نشوف يعني نشوف فيها الحيوانات والنباتات. بعدين القطع كالعاده اول سؤال في القطع في المعاصر في معظم القطع ما هو العنوان او الفكره الرئيسيه للقطع. فطبعا اللي بيتكلم القطع دي عن البيوت الصينيه اللي هي البيوت اللي ايه اللي هي بتحمي اللي بتتحمي من الزلازل
فعشان كده هنقول له around the house. طيب what's your opinion about around the houses؟ طب ايه رأيك فيها؟ رأيي فيها it's strong، قوية، warm، دافية، quiet، هادئة كده يعني، المكان هادئ. find worldly، شوف لنا كلمة في القطعة تدي معنى not old، مش قديم، مش قديم يبقى modern اللي هي حديث، تمام؟ طيب the underline pronoun it، كلمة it refers to، تشير إلى إيه؟ around the house، around the house، تشير إلى إيه؟ بيت around يعني. بعدين its space inside around the house، quite هادئ اللي احنا وصفناها فوق. طيب it's important، من المهم for houses to be strong، ان هي تبقى قوية. when there is، لما يبقى في ايه؟ wind، رياح ولا مطر ولا زلزال؟ التلاتة، لما يبقى في ايه ده، اي حاجة من التلاتة تبقى ايه موجودة. we can see a lot of ancient objects in a museum، احنا بنشوف الحاجات القديمة فين؟ في متحف. the people have different space about music، الناس عندها opinions، اراء مختلفة عن ال عن الايه؟ عن الموسيقى. Cairo's base is very amazing with its view from the top، تطلع فوق وتشوف منظر جميل. تطلع في الكوبري بقى ولا في التور ولا في التان نفق ولا في التاور برج؟ اكيد البرج، بيتكلم على البرج. بعدين باقي الاختيارات بيقول لي how long is the Cairo Alexandria desert road، الطريق الاسكندريه الصحراوي. طيب it's not polite، مش ادب منك to tell a girl، انك تقول للبنت that she is ugly، انك تقول لها ان هي قبيحه. rock climbing، تسلق الصخور، is very scary، مخيف، مرعب. نقط are used in cooking or heating food، طبعا ovens، الافران هي اللي بتستخدم في طبخ وطهي الطعام. if we work hard، لو اننا اشتغلنا بجد شويه، Egypt will be، ستكون أغنى country في العالم. What about، تاخد بعدها الverb ing، what about visiting. Do you and your brother، هل أنت وأخوك، do the washing yourselves، بتعملوا الحاجات بنفسكم، تمام. We went shops، احنا بنروح الشوبز، طبعا تبقى الشوبينج اللي هي التسوق. Sally is the taller girl، طبعا is the tallest، tallest girl، تمام. books are making، لا are made، احنا هنا في مصنوعة من كذا. تقى likes pop music، does she، لا likes يبقى doesn't، هي هنا مثبتة يبقى هنا تبقى منفية، تبقى doesn't she، تمام. الامتحان الخامس طبعا اول حاجة بيقول لأحمد excuse me can you help me، ممكن تساعدني؟ قال له yes of course. قال له I would space، دي أبصر ودي اختصار would. I would space to book a room please، طبعا I would like، أود أن أحجز room، أوضة. فقال له do you want a single or double، عايز أوضة بالسرير ولا بالسريرين؟ قال له I am alone، alone خدناها في الوحدة الأولى معناها بمفرده في قصة روبنسون كروزو، فعشان كده هنقول single، single مفرد يعني. قال له how long will you stay، هنا كم المدة اللي هتقعدها؟ قال له هقعد لمدة اي حاجة بقى، اسبوع مثلا، week، تمام، لانه تحت هنا قال له week اهو. فقال له اوكي خلاص انت حجزت الاوضة دلوقتي، how much does it cost، كم يكلف، طبعا how much كم سعرها. قال له الاسبوع هيكلفك 300 جنيه، تمام. طيب القطعة بقى بيقول لي برضو كالعادة الفكرة الرئيسية للقطعة، فهنقول له ايه؟ اجازة، حد بيحكي عن الاجازة. طيب how long is an، هي and هي اجازتها يعني. how long is an going to spend in Cairo، هتقعد قد ايه في القاهرة؟ طبعا 2 days، يومين. what will رحمة show، هتوريها ايه؟ طبعا هتبقى هنا طبعا اهي ان هي ايه الايجيبشن فيليجز، القرى المصرية اها، هتوريها how Egyptian villages live and spend their day، ماشي. دي تلاتة. أربعة، كلمة تحتها خط here تعود على رحمة، وبعدين هنا intends to visit معناها is going to visit، عشان intend يعني ينوي، تساوي going دي بالظبط،
بعدين ان وانتس تو سي ذا، عايزه تشوف ايه في الجيزه؟ اكيد البيراميدز، الاهرامات. الاختيارات بيقول لي ذا كار كان تو جو انتو ذيس ستيت، الكار مش هتخش الشارع ده عشان الشارع ده ايه؟ نارو، نارو يعني ضيق. وي وينت سبيس ان ذا ماونتينز، طبعا احنا رحنا تريكينج، طالما في الجبل بقى يبقى ايه؟ تريكينج. اي كان سي وايل درايفنج ان ا سبيس مورنينج، هو بيقول انا ما بشوفش في اليوم اللي يبقى ايه؟ فوجي، يعني ضباب، اللي هو يبقى فيه شبوره جامده يعني. ان ذا باست في الماضي، بيبول يوجوالي في الماضي الناس كانت سليبت اون ذا، كانت بتنام فين بقى؟ عشان يستمتعوا بالطقس بالليل. طبعا اتكس ما هوش ينفع يناموا في السراير، وهو بيقول في الماضي تمام، وكانوا بيناموا عشان يستمتعوا بالطقس. روف، فلور، اتكس، يبقى الناس هنا كانت بتنام فين بقى؟ بيقول لي تو انجوي كول ويزر، عشان يستوعبوا الطقس الحلو، يبقى روف، كانوا بيناموا على اسقف الايه؟ المنازل، عشان الجو حر، زي في الوادي الجديد. في الوادي الجديد كانوا بيناموا على الاسقف علشان الجو ايه؟ حر. زير ويل بي لوتس اوف سولار سبيس تو جيت الكتريسيتي ان ذا فيوتشر، طبعا اسمها سولار بانلز، اللي هي الالواح الشمسيه اللي بنستمد منها الطاقه، الطاقه يعني عشان يحصلوا على الكهرباء في المستقبل. النقط هاز 3 سايدز، طبعا المثلث هو اللي ثلاث ايه؟ جوانب. هاو لونج داز ات سبيس، عشان تسافر من القاهره لاسوان، طبعا تيك، بناخد تيك بمعنى يستغرق. اف يو تاتش ستينج راي ات نقط يو، طبعا دي السمكة اللي هي المفروض هو قصده هنا على الجيلي فيش بقى، اللي هي بتلدغ يعني، السمكة اللادغة، فهي انت لو لمستها هتلدغك تمام. فهنا استخدم تاتش في المضارع، وهو هنا هيعتبرها حالة صفرية على اساس ان ايه؟ طبيعي، لمس هتلدغ، يبقى ايه؟ هتاخد الاس بقى، ستينجس يو تمام. طيب زير سبيس ا لوت اوف تراديشنال هاوسز ان ذا باست، طبعا طالما ان ذا باست يعني في الماضي، يبقى هاخد حاجه في الماضي. هاوسز جمع، يبقى هاخد وير بقى تمام. اي كان سي نقط ان ذا ميرور ماي سيلف، انا شايف نفسي فين؟ في المرايه. هالا didn't pass her exam، هالا ما نجحتش في امتحانها. does she، طبعا ده السؤال المسيل، هنا انت عندك ديد، خلاص يبقى تنزل ديد زي ما هي، يبقى ديد شي، طبعا مثبتة لأن الأولى منفية. يو ماست بلاي ويز ا نايف، طبعا يو ماستنت، لا يجب أن تلعب بالإيه؟ بالسكينة. وات داز جانا جوينج تو دو اون هير ويكند، طبعا وات إز، لأن جوينج دي عايزة قبلها أم وإز وإيه؟ وآر. يسترداي امبارح اي درو ا نايس بيكتشر، انا برسم صورة حلوة، لا انا هقول رسمت، يعني اجيب اخلي درو في زمن الايه؟ الماضي. الامتحان اللي بعده رقم 6، نور واحمد، زكي احمد، زكي نور، بترسمي ايه؟ قالت له انا برسم كذا لمصر. قال لها وات نقط هتستخدميها؟ قالت له ازرق وكذا واخضر، يبقى طبيعي ان انا هقول لها ايه؟ قالت له انا برسم خريطة لمصر، يعني هنرسم ايه لمصر مثلا؟ حديقة لمصر مثلا يعني، فاحنا اخترنا ايه؟ خريطة. فالمهم قال لها الالوان اللي هتستخدميها، فقالت له بلو عشان ترمز للمية، يورو عشان ترمز للرملة، جرين عشان ترمز للزرع. قال لها نقط طلب منك انك ترسميها، قالت له مدرس الجغرافيا، يبقى من، عشان اللي تحت ده عاقل يبقى لازم اقول ايه؟ من. اخترنا اصفر طبعا عشان الرملة تمام. طيب واي نقط هي اسك يو، ليه طلب منك ترسميها؟ قالت له عشان هو ايه؟ هيعلمنا، يبقى واي ديد في الماضي، هو طلب في الماضي عشان هو هيعلمنا لسه فين؟ في المستقبل تمام. القطعة بيقول لي برضو وات از سبيشال اباوت تحيا مصر بريدج، ايه الحاجة الخاصة عن كوبري تحيا مصر؟ طبعا الحاجة الخاصة ان هو الارضية بتاعته مصنوعة من ازاز، فهنقول له ات هاز ا جلاس اوف فلور، او ا جلاس فلور على طول. طيب وات داز ذا بريدج كروس، بيعبر فوق ايه الكوبري؟ طبعا ذا ريفر نايل، فوق كوبري، فوق نهر الايه؟ النيل. وين دو يو ثينك ذا بيست تايم تو كروس، افضل وقت بقى انك تعبر الكوبري وتتفرج؟ طبعا سانسيت، اللي هو وقت الغروب تمام.
كلمة إت بقى تشير إلى إيه؟ تشير إلى القاهرة ولا الوراق ولا كوبري تحيا مصر ولا النيل؟ طبعا كوبري تحيا مصر. طيب the bridge of كوبري has a space floor, has a glass floor. طيب الكلمة اللي تحتها خط started means معناها إيه؟ began, دي معناها يبدأ ودي معناها بدأ, يعني يبدأ بعناه. روبنسون كروزو is a space story, طبعا أكيد قصة adventure, يعني قصة إيه؟ مغامرات, اللي هي في الوحدة الأولى الترم التاني السابعة يعني. He used the akaza to write down what happened to him, استخدم إيه عشان يدون اللي بيحصل له؟ طبعا الدايري, فكرة يومية, تمام, وقلنا هتبقى بالأي ما انساش. طيب we couldn't come on time, مش هنقدر نيجي في ميعادنا, because the streets were very crowded, عشان الشوارع كانت ايه؟ مزدحمة. I am not of my country, طبعا I am proud, ويقول انا فخور بالايه؟ ببلدي. I like it very much, بحبها جدا. When we go camping, لما رحنا بقى الايه؟ المعسكر في الديزرت في الصحراء. We sleep in a, نمنا فين بقى؟ تنت, تنت اللي هي الخيمة. The lamp is made of, مصنوعة من glass, اللي هي اللمبة طبعا مصنوعة من ايه؟ الزجاج. When a turtle is in danger, لما يبقى فيه سلحفة في خطر. It not into a shell, طبعا هنا بيستخدم حالة توين اللي هي تساوي اف يعني. فطبعا لما تبقى السلحفة في خطر طبيعي ان هي بتروح مدخلة دماغها فين؟ في الشيل. فاخدنا الحالة الصفرية على ان هي اتو مفرد, فزودنا الفعل ايه؟ اس. سبيس هيلبس تورستس, مين اللي بيساعدوا السياح ان هم يشوفوا؟ اكزايتنج بليسز, اماكن رائعة, طبعا الجايد اللي هو مين؟ المرشد. ادنتست از سمون, طبيب الاسنان هو الشخص, هو اللي لوكس افتر يور تيز, بيعتني بايه؟ باسنانك. طب كايرو از نقط زان اسيوط, طبعا زان يبقى ده مقارنة, يبقى هاخد بيجر, اكبر من اسيوط. وي ماست, ماست بتاخد بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اضافات, فاحنا هنخليها ووش بس ونلغي الايه؟ الاي ان جي. نفس الكلام عادي لديدنت, ديدنت برضو بتاخد الفعل في المصدر, اما بود ده تصريف تاني فهنرجعها للتصريف الاول. الراجل بيقول I am 12 years old, عنده 12 سنة. am not I, طبعا I am بتحول ل aren't I, دي شاذة من شواذ السؤال المزايا لازم اكون عارفها, تمام. there isn't a school here, مفيش مدرسة هنا. 2 years ago, طبعا is تبقى was بقى ليه؟ تبقى was انت برضو يعني زي ما هي, على اساس ان هو بيتكلم على حاجة في الماضي والدليل زمن ايه؟ ago. الامتحان السابع Are you free today mom? انتي النهاردة فاضية يا ماما؟ قالت له ايوه. قال لها what not going to swimming, طبعا هنا بيتكلم عن الاقتراح, what about, ايه رأيك نروح السباحة؟ قالت له I am sorry, I don't know how to swim, انا معرفش اسبح ازاي. قال لها okay, shall we go to the park, خلاص ممكن نروح البارك. قالت له البارك what will we do, هنعمل ايه هناك؟ قال لها we can sit by the fountain, احنا ممكن نقعد جنب النافورة. قال لها I don't like this, انا بحبش كده. طيب how about going to the club, طبعا going تاخد بعدها to, طب نروح النادي. قالت له good او great كذا, يلا نروح, يبقى great idea يعني فكرة ايه؟ جيدة. اول سؤال في القطعة مين الكسندر سيليكريك, طبعا ده قال البحار الحقيقي اللي قضى 4 سنين على الجزيرة, لان قصة روبنسون كروزو دي مقتصة من قصة حقيقية, فمين هو الراجل ده البحار الحقيقي اللي قضى 4 سنين فين؟ على الجزيرة. ازاي نعرف بقى ان الحياة بتاعت روبنسون كروزو كانت صعبة يعني؟ طبعا the weather was hot, الطقس كان ساخن هناك, تمام. there is no food, ما كانش فيه طعام مثلا. there is no houses, ما كانش فيه بيوت كده يعني. What the underlying word is Zeus, تعود إلى إيه؟ تشير إلى إيه؟ طبعا school و hospital, الحاجات دي ما كانتش موجودة فين؟ على الجزيرة. The nearest land a child is 24 نقط away by boat, طبعا عايز يقولي أقرب حاجة كانت 24 ساعة من بالمركب.
للشاطئ. طيب they are going to space a school and a hospital. هيبنوا طبعا هيبنوا على الجزيرة مدرسة وإيه ومستشفى. الكلمة اللي تحتها خط spend means معناها إيه بقى؟ معناها stayed. Stayed قضى قعد يعني هناك. طيب to choose بقى what do you not about my new phone, what do you think, ما رأيك ماذا تعتقد. We need to buy, احنا محتاجين نشتري some more water, مية اكتر. This bottle الازازة is, الازازة empty. Empty يعني ايه؟ فارغة. To not means to get money by working, طبعا to earn انك تكسب ده معناها انك انت بتحصل على الفلوس من خلال العمل. I like the coral in the Red Sea. طبعا اسمه الكورال ريف اللي هو الشعب الايه المرجانية. The circle has a knot shape. الدايرة لها شكل راوند شكل دائري مش مثلث بقى ولا مربع ولا كده. البيوت تعتبر مباني مصنوعة من ايه؟ ستون الحجر مش مصنوعة من الجلد ولا الازاز ولا المعدن. I be happy هكون سعيد لو انت نقط لو انت ساعدتني. طبعا هي مفرد تزود للفعل اس يبقى هلبس ودي حالة اف الاولى. اي نقط ا فانتاستيك ويك اند لاست ويك اند اتكلم في الماضي يبقى لازم ياخد هاد عشان الماضي. هاو نقط از ذا رود قال له 12 وايد طالما انت بتتكلم على وايد يبقى هاو وايد هاو وايد بس ها مش بالاي ار لا وايد بس دي. ماشي. طيب روبوتس الانسان الالي كان دو ميني ثينجز فور اس ممكن يعمل لنا حاجات كتيره. سام اوف ذيم كان توك البعض منهم يبقى سام روبوتس بعض الانسان الايه الالي. دونت ويست يور تايم ما تضيعش ايه وقتك بس هو جاب يور سيلف تايم لا تبقى يور بس الغي سيلف دي وخليها يور. ار يو لايك فوتبول لا طول ما انت عندك فعل مصدر يبقى عايزين دو يبقى دو يو لايك فوتبول او مفيش غير دو يعني بس ان لايك يحب. ات ازنت ا كار داز ات طبعا هنا في ازنت يبقى از بس علشان يعني باللي هنا بناخده هناك واذا كانت منفيه بنخليها مثبته فعشان كده از. هي از جوينج تو ترافل ان ا باص طبعا باي باص هيسافر بالباص. الامتحان الثامن وات ار يو جوينج رايح فين؟ قال له I am going to the mountains رايح الجبال. طبيعي هقول له ليه واي قال له لكي اقضي بعض الوقت هناك. قال له tell me نقط بليز tell me more ده تعبير يعني اديني معلومات اكتر كلمني اكتر عن الموضوع ده. قال له انا رايح نقط climbing ممكن اقول له rocks climbing او mountain climbing يعني رايح تسلق الصخور او تسلق الايه الجبال. قال له اوه نو اتس سبيس طبيعي كلنا عارفين ان دي حاجه ايه هارد يعني صعبه. قال له عارف بت اي دو نوت تو تراي بس انا حابب اجرب يبقى ايد لايك متفقين الدي دي وودو بيجي بعدها لايك. قال له عشان كده بقى مستعد لكده. قال له اه. طيب القطعه اول سؤال بيقول لي اديني عنوان للقطعه فانا اقول برضو لقيته بيتكلم عن اجازه فقلت له ايه وندرفول هوليداي اجازه رائعه. طيب ايه الاماكن اللي ذكرت في القطعه؟ مثلا زي هيبو ستايل هول اللي هي موجوده في معبد الكرنك تمام وحابو تيمبل وفالي اوف ذا كينجس يعني كلهم موجودين هنا اهو فالي اوف ذا كينجس وادي الملوك وادي حابو تيمبل اللي هو معبد حابو كلهم موجودين في الاقصر والكرنك برضو معبد الايه الكرنك. دي الاماكن اللي ذكرت فين في القطعه. طيب why do you think people like to visit ليه الناس بتحب تزور الاماكن دي؟ عشان قال لي they are the best and the quietest هي افضل اماكن واهدى ايه اماكن. طيب الكلمه اللي تحتها خط فانتاستيك معناها ايه؟ طبعا فانتاستيك رائع تساوي كلمه wonderful يعني رائع برضو. طيب الاندرلاين بروناون ات ريفيرز تو يشير الى ايه؟ طبعا يشير الى الهوب ستايل هول الصاله بتاعت هوب ستايل. ميني بيبول ناس كتيره بيزوروا وادي الملوك امتى؟ ييرلي ان ذا مورنينج في وقت الايه؟ الصباح. طيب موست ويندوز معظم الشبابيك ار ميد اوف مصنوع من ايه؟ اكيد جلاس يعني معظم مش من خشب
ولا قطن ولا بيبر علشان الناس تبص منها يعني. فهنا بيتكلم على الأكترية يعني. بعدين it's important to not older people. respect يعني يحترم. فحاجة مهمة انك تحترم الأكبر منك. النقط is someone who is good at numbers. كويس في الأرقام. الأكاونتنت المحاسب هو اللي كويس فين؟ في الأرقام. باسم is 22. he is a adult. adult يعني شخص بالغ سنه كبير. النقط is very large sea. بحر كبير. البحر الكبير ده اللي هو الأوشن اللي هو المحيط. years is one of eight نقط that go around the sun. واحد من الثمان planets. الأرض واحد من الكواكب اللي بتلف حول الشمس. it never نقط in Egypt but it often rains. دايما بتمطر بس عمرها ما بتعمل ايه؟ ما بتنزل تلج مع انها نزلت قبل كده. if we لو احنا ضيفنا بقى احمر واصفر we نقط orange يبقى عملنا برتقاني. طبعا we get لان دي حالة صفرية الاول مضارع والتاني مضارع. طيب this is the dentist طبيب الاسنان ده عاقل يبقى هندي له ايه؟ هو طبيب الاسنان اللي كايرو one of the biggest one of the biggest cities واحدة من اكبر المدن فين؟ في افريكا. طيب you must to wash your hands before eating food. طبعا you must بس ما ينفعش تاخد بعدها ايه؟ to. أشرف doesn't buy an ice cream yesterday. yesterday في الماضي يبقى هنغير doesn't دي ونخليها didn't عشان تبقى بتاعة الماضي. طيب أيمن is a pupil. أيمن تلميذ. isn't she؟ لا she دي على البنت يبقى هنخليها هي لأن أيمن ولد. are there any friends in yesterday's party؟ هل هناك أصدقاء في حفلة أمس؟ طبعا are يبقى هتبقى إيه؟ where there ماشي. تسعة how is your school؟ ازاي مدرستك؟ اللي جود مدرسة كويسة. سأله سؤال is the easiest one؟ قال له I think English is the easiest. طبعا which subject انهي مادة السهلة؟ قال له اعتقد الانجليزي هو الاسهل. تمام فهنا ليه الاختيار طبعا. فقال له I نقط I think masses اعتقد الرياضة الاسهل يبقى هو كده هنا ايه؟ هنا بيقول له disagree يعني لا اوافق يعني مش متفق معك. قال له so what you نقط about sports طبعا what you think ايه رأيك في الرياضات؟ قال له والله في رأيي in my طبعا يبقى in my opinion في رأيي اللي هي قاعدة الوحدة التامنة اللي هي تعبير عن الرأي. في رأيي الفوتبول is the most popular sport هو الرياضة الأكثر شهرة يعني. قال له I نقط with you يبقى أنا أجري المرة دي أوافق معك. تمام اديني عنوان للقطعة فخدناها getting a job الحصول على وظيفة لأن القطعة بتتكلم عن الوظائف. فقال لي إيه بقى؟ طب إيه رأيك أنت بقى في الكاتب؟ what do you think إيه رأيك فيه؟ أقول له he is a student هو طالب في الأول and wants to be a teacher وعاوز يبقى إيه؟ مدرس. طيب what is the writer's favorite job إيه وظيفته المفضلة؟ طبعا math teacher مدرس رياضة عاوز يبقى مدرس رياضة. هنا بقى after finishing بعد ما بيخلص مدارس إيه بيروح اليونيفرستي الجامعة؟ طبعا بعد ما بيخلص مدارس الثانوي مش الاعدادي ولا الابتدائي. تمام بعد ما يخلص الثانوي بيروح لايه؟ الجامعه. الكلمه اللي تحتها خط apartment معناها ايه؟ معناها فلات شقه يعني. طيب الاندرلايند بروناون الضمير اتباع يشير الى ماسز اللي هي الرياضه. تمام طيب I like playing on a big طبعا big wheel اللي هي الايه؟ لعبه الفانفير لعبه الملاهي. terrible means very bad terrible معناها bad فظيع يعني سيء. بعدين to earn عشان تكسب means to get money by working انك تحصل على فلوس بالايه؟ بالعمل. Asyut is a very big city مدينة كبيرة. تمام عشان هي مدينة. The نقط is the person who shows a place to tourists مين اللي بيوري الاماكن للسياح؟ طبعا الجايد المرشد. it is usually very hot in august august شهر 8 يعني في عز النار يبقى sunny مشمس. you can turn the space to get water هتفتح الايه عشان تحصل على الماء؟ التاب الحنفيه.
there not trains in 1900. There were, كان في قطارات في سنة 1900 بس ما كانش في تلفزيونات. I think, أعتقد we not more boots in our schools. Will have, think دايما بيجي معاها will, هيبقى عندنا ايه انسان آلي. I like this book because it's funny. أنا حابب الكتاب ده عشان هو ايه ممتع. She doesn't want to travel. Didn't she, طبعا didn't she دي هنخليها ايه does, هي هنا منفية تبقى مثبتة. Does she. Last weekend, نهاية الأسبوع الماضي, we go to the club. We went, عشان الكلام في الماضي يبقى ايه went. It's your house, is it, طبعا it was. Was Mona is oldest than Hala, يبقى older, يبقى older than Hala. تمام. الامتحان العاشر, is this your first visit, هي دي زيارتك لكايرو. قال له yes. Can you take, ممكن تقول لي بقى فين قصر النيل بريدج, كوبري قصر النيل. قال له it's not the city center, طبعا it's in, في مر وسط المدينة أو مركز المدينة. قال له is it not the Nile river, the river Nile, هو over أو across, طبعا over فوق أو عبر. قال له yes it is. قال له طب is it only four cars and buses, هو العربيات والأتوبيسات بس عشان تعدي عليه. قال له لا, البيبل كمان كان نقط اكروس ات, يبقى واك يمشي, الناس تقدر تمشي برضه. طيب what do people enjoy, الناس بيستمتعوا بايه هناك, او ازاي هاو الناس بيستمتعوا هناك. قال له بالووكينج, بيمشوا على البيفمنت اللي هو الرصيف. القطع كالعاده اديني عنوان للقطع, فهو بيتكلم عن البلاستيك, فقلت له بلاستيك از امبورتنت, البلاستيك دي حاجه مهمه. فالسؤال الثاني, What do you think about plastic? ايه رأيك في البلاستيك؟ فقلت له useful, مفيد عشان بيعملوا منه حاجات كتيرة. طب why is plastic dangerous, ليه هو خطير للحيوانات وللطيور. قال له they die from plastic, هما بيموتوا من الايه, من البلاستيك. طيب الكلمة اللي تحتها خط this تشير الى ايه بقى, this في القطعة الدولفينز ولا البيبر اند جلاس ولا examples ولا الفيشنج لاينز. طبعا هي كده ممكن تشير على البيبرز اند جلاس, وانا نسيت احل دول, يبقى ايه القطع مش معايا دلوقتي, فعشان كده طب سيبوا رقم 4 دي, ودول هنحلهم كده بالايه بالفهم. ريسايكل يعني يعيد استخدام الاشياء, فدي معناها يوز اجين, هتبقى معناها يوز اجين, يستخدم مره اخرى. هنا بقى اتس بيتر تو يوز بيبر زان, اكيد زان ايه, زان بلاستيك ولا زان جلاس ولا باج ولا فيشنج, هتبقى زان بلاستيك. ماشي. طيب how long is the Cairo Alexander Desert Road, طبعا كايرو الاسكندرية الطريق الصحراوي. Don't worry, ما تقلقش, there is enough space, في فراغ كبير عشان تبني البيت بتاعك. My mother likes mountain climbing, طبعا تسلق الايه الجبل. I slept in a كذا, وانا في المعسكر, يبقى نام في تنت اللي هي ايه خيمة. هو وقع as the street was very wet, الشارع كان مبلل عشان كده هو ايه وقع. My teacher was angry as I made a lot of mistakes, عشان عملت اخطاء كتيرة. That is not easy, ده يبدو حاجة سهلة انك انت تمارس الرياضة بتاعتك في free time, في وقت الفراغ. He is going to go sailing بال ing, go بتاخد بعدها ايه ing, going to go sailing. تمام. There not any children in the cinema, طبعا there aren't, عشان any دي علامة النفي فلازم اخد ايه aren't. You want to be an engineer, don't you, الفعل هنا مصدر, يبقى احنا عايزين ايه المنفية don't you. طب تصحيح الخطأ, I will study masses if I go, هاخد مضارع علشان الاولانية will, حالة if. You mustn't too, لا mustn't بتاخد الفعل على طول يعني مش هاخد too. Did he hurt us, طبعا تبقى hurt بس علشان did عايزه الايه المصدر. صلاح is a good player, لا is the best player. تمام. طيب دول كانوا اول 10, هنكمل معاكم ان شاء الله, بالتوفيق للجميع. شير الاعجاب بالفيديو, شير الفيديو على زميلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, ونعتذر عن اي خطا او نسيان.